أطلقت مدينة الشيخ خليفة الطبية الحملة التوعوية باعتلال الشبكية بسبب مرض السكري بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري والذي وافق 14 نوفمبر من كل عام. يؤثر ارتفاع مستوى السكر على الأوعية الدموية بكافة أنحاء الجسم وخاصة العين، وعند زيادة مستوى السكر بالدم عن الحد الطبيعي فإن ذلك يؤدي لتعرض العين إلى مخاطر تؤثر على مناطق مختلفة أهمها الشبكية والعصب البصري بصورة نزيف أو ارتشاح أو تلف الشبكية. أعراض المريض المصاب بالاعتلال الشبكي السكري يرى الأشياء بصورة ضبابية أو بألوان باهتة أو بقع سوداء مثل الذباب الطائرة، فمن الضروري التحكم بالسكري والمتابعة المستمرة مع مركز السكري وطبيب العيون حتى ولم تظهر عليه أي أعراض، ومنها سيقوم الطبيب بمناقشة المريض وتوعيته وطرح سبل العلاج مع مثل الحقن داخل العين أو جلسات ليزر للشبكية أو استئصال.